تقيم المزارع العمومية كمؤسسات اقتصادية ناجحة وتجربة متطورة في الإنتاج الفلاحي الذي فاق بالنسبة للمزرعة النموذجية عميرة أحمد في ولاية ميلا 65 قنطارا في الهكتار الواحد باستغلال عقلاني لمجموع مساحة 1300 هكتار ببلدية وادي النجا. السيد الوالي لهنا لما شاف بلي المزرعة راهي رائدة إذن ما بخلش علينا باش يعطينا ترخيص باش نقوموا بهذا الاستثمار. هذا الاستثمار يعني حقيقة اليوم عطانا لوتوريزاسيون باش نديروا بئرين عميقين حتى إن شاء الله قال نتفاداو التبعية المطرية. من المهام الرئيسية إنتاج البذور القاعدية وما بعد القاعدية ومحاصيل البذور الكبرى إضافة للبقوليات العلفية والاستهلاكية ضمن مخطط علمي في الدورة الزراعية ببلوغ معتبر في نسب الدفعات السنوية والموسمية على مستوى مخازن تعاونية الحبوب والبقول الجافة. تقريبا 40% من المحصول اللي راه تدفعوا بالنسبه لهذه المزارع النموذجيه لنقاط التخزين 14 نقطه اضافه الى ثلاث مراكز كبرى. ونتمنى يعني كل المزارع النموذجيه تحذو هذا الحذو، تاخذ هذه الخطوات هذه بعين الاعتبار، تغتنم الفضاء هذا، تغتنم الفرصه هذه باش تستثمر في المجالات اللي تخليها تكون مزارع نموذجيه تساهم في الاقتصاد الوطني بصوره فعاله، تساهم في امتصاص البطالة بصورة فعالة وتستغل أراضيها استغلال عقلاني، وهذا اللي راه مطلوب منا اليوم كقطاع فلاحي. فالمزارع النموذجية تستقطب يدا عاملة مؤهلة بتكوينات مستمرة للمساهمة في التطوير الانتاجي الذي شمل أيضا تسمين الأغنام من سلالة أولاد جلال، مما يجعلها نموذجا عاما يلعب دوره الفلاحي بالتنمية الاقتصادية.